بس بخير سيدين هنين. اليوم نهار جديد، فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الوصفه زوينه وسهله، وهذه الوصفه يعني ديال الصحه. الانسان خصو يحافظ على الصحه ديالو، والعيد الاضحى على الابواب عفوا. الانسان خصو يحافظ على الصحه ديالو، وكنتمناكم دعموني بلايك وفعل الجرس وصلكم الجديد، وتبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر ان شاء الله. بركه الله هذه الوصفه اللي عندها لكم ليها. الانسان اللي فيه الكوليسترول فيه السكر ضروري، والعيد على الابواب. الانسان خصو ضروري يحافظ على الصحه ديالو. كنصحكم اخوتي اللي فيه الكوليسترول فيه السكر فيه بحال هكا، تجنبوا اللحم الغنمي. هاد الوصفه اللي نعطيكم يقدر كلشي يكون يقول لك انا كنعرفها هادي، ولكن كل واحد الطريقه ديالو. تجنبوا الغنمي. كاين اللي كياكل الغنمي وخا فيه السكر، وراه تجيبوه على راسكم. من الاحسن عندكم ديروا بالغنمي، ولو هذاك النهار ديال الضحيه، هذاك النهار اللي ذبحوا فيه، هذاك النهار شويه البقري او المعز او هذه المعزي او هذه عندي انا الشوى كما كيشويو هما، نشوي انا وما ناكلش الغنم. علاش؟ على الصحه ديالي، لان هذا الشيء حنا فايت علينا. واحد الاخ ديالي الاكبر كان فيه السكر، كياكل في الغنبي واخا كنقول له ما تاكلش، وشراته هو البكري، واخا ولادو وما داكشي تياكلوا الغنمي حتى هو بدالك، وكوك بدا تياكل هكو هو يجيبها في راسه. صدقنا على الطبيب، وهذا الشيء راه ما صالحش. الانسان يحافظ على الصحه ديالو، الانسان يقلب على الصحه، مقلبش على الفلوس، قلب على الصحه. اللي عنده الصحه ديالو بارك عليه. ودابا تبعوا معايا الوصفه. هذه الوصفه هي والماس. اللي ما كيعرفش والماس، والماس نعطيكم واحد المعلومه على هذا والماس. مول السكر دائما يشربوه، دائما يشربوه، كتهبط الدهنيات وشربوها. مالي الكوليسترول دايما يشربوه، دايما يشربوه، راه مزيان. هادي احسن حاجه، واخا ما تكونش فيك كاع لا كوليسترول ولا سكر، اشرب هادي والماس. هي والماس الطريقه اللي غنقول لكم ان شاء الله. نهار العيد شريو من هادو اللي فيهم الكوليسترول. حنا واخا ما يكونش فيك الكوليسترول تعجبنا هادي والماس. نهار العيد انت شري من المونادا وكوكا وداكشي، شري من هادو. شوف انت شحال تشري من وحده بحال هادي، عاد شدها عاد فتحها. شنو غادير فيها؟ انا مشيت شريت الحلبه. حلبه واش راك يعرف الحلبه؟ حلبه زينه، ها فيها الريحه ماشي مشكل. صحتنا، صحتنا. شنو غناخذ انا دابا؟ هاد الحلبه ناخذ منها معالق. انا جبت معلقه كبيره، ها معلقه صغيره ندير فيها دي على النص ياك. ها انتما تشوف هادي غنغسلها، ها غنغسلها ضروري تغسل، حيت انا حيت قبيله من جيت بديت كنحيد من داك التراب وداك الشيء. فهمت؟ ودابا من نغسل وتحيد من هاد الشيء هكا، هاد الحلبه من نغسلها غنديرها في والماس. فهمت؟ دابا قبيله نقيتها، ودابا درت فيها نص معلقه، يعني معلقه صغيره، معلقه صغيره ديرها في القاعه ديال والماس. شفتو؟ دير مزيانه المولي الكوليسترول، مزيانه المولي السكر، على بركه الله. انتما تشوفوا دابا المشاهدين، انا درت الحلبه انتما كتشوفوها، شفتوها؟
انا واخا ما فيا لا سكر لا والو، انا هادي شريتها على حسابكم ونوريكم الطريقه، ولكن انا غنشربها ان شاء الله، نخليها نشرب. خوتي المشاهدين، نهار العيد شريو صحاب كوليسترول، شريو والماس، وشريو الحلبة عام علق صغيرة، ينقيوها يغسلوها ويديروها فيها. من تكملوا هاد القرعة ولو لك تسوى بقى عندكم ولو شريو باش تاكلوا دادوك الدهنيات يهبطوا. كنصح الناس اللي ما فيهاش السكر العيد تشربوا الماس، راها مزيانة كتهبط الدهنيات. كلا بغيتو تعاونوا راسكم ديروا فيها الحلبة، معلقة تاع الحلبة مع والماس شربوها نهار العيد، من تكونوا كتاكلوا شربوها باش تهبطكم ديك الدهنيات. وكنصحكم ما تاكلوش غني، ما تسرعوش لان خليكم في صحتكم. اللي عنده فلوس يمشي يشري راسو واخا عارف شحال من كيلو تاع البكري، حتى هو المرا ديالو او الام ديالو او اي، المهم اي وحده، لا مرا ولا راجل، يقطعو يشريو داك البكري. شو شحال يشريو طريفه تاع الشوا، طريفه عادي، طريفه تاع داك كيما هذيك اللي في الدار كيطيبو لامي، طيبو لهذوك البكري باش ما تحرموهمش صحاب الكوليسترول. وشربوا معلقه تاع الحلبه نقيه ومغسوله، ديروها في الماس وطول العام بقاو ديروا فيها ما تبغي اللي فيهم الكوليسترول. مره مره ماشي دايما نداوموا عليها، مره مره شريو هو الماس ومعلق تاع الحلبه منقيه ومغسوله ديروها هنا وشربوها. دابا ديك الحلبه كلها تحتل هنا شويه تهبط هنا. دابا انا هاد القرعه واخا ما شريتها على حسابكم نوري عليكم، ولكن الاخرى ما ديك ما نضيعهاش نشربها. هاي هانتوما كتشوفو خوتي المشاهدين، كنتمناكم اللي فيه الكوليسترول يشرب هو الماس مع الحلب نهار العيد. مرة مرة بقاو تشربو هو الماس راه زوين. خوتي المشاهدين، شكرا على الدعم ديالكم، وشكرا كتبغوني بزاف وانا كنبغيكم، شكرا بزاف. وكنتمنىكم تدخلوا الفيديوهات ديالي وتفرجوا فيا، انا قناتي باقا صغيره. كنتمنىكم تدعموني بلايك وفعل الجرس يوصلكم الجديد. وانا اللي قلت لكم ندير لكم في اللايف، قلت لكم راه ندير لكم هذه انا درتها، يعني انا عندي كلمه واحده اللي قلت لكم راه ندير هذيك الحاجه راه انا عندي. انا اي حاجه كنبغى ننصحكم بها. خوتي المشاهدين، خوتي المشاهدات، دعموني بلايك وفعل الجرس يوصلكم الجديد. خوتي المشاهدين، كان نعزي الاخت ساره اللي كافحت مع ديك السيده ام السعديه، ولفتنا نتفرجوا فيها ولفتنا نضحكوا معاها، يعني كتضحكنا. هذيك المره كانت يعني هذاك الهضره اللي كانت كتهضر كان عندها ضحك، انسانه باينه المراه اجتماعيه باينه ضحوكيه. كنت موالفه، المهم انا كطلع ليا في اليوتيوب خصني نتفرج فيه. الله يرحمها مسكين فاطمه، الله يرحمها، الله يوسع عليها، الله يرحم جميع موتى المسلمين. دعموني بلايك، فعل الجرس، سلام عليكم.